في عقول رافضة الحق في أي زمان ومكان. القرآن يبين عقول هؤلاء فيقول: وإذ قال الله على لسان من مشركي قريش من الكفرة، إيش كان يقول؟ يقول: وإذ قال الله إن كان هذا هو الحق، يعني القرآن، أي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان هذا هو الحق مش فهدنا فلين قلوبنا، لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والله العقول هذه حتى في زماننا موجودة، نفس هذا مال المفيد حتى فهدنا، لا حال الدين ولبعض النبوي صحيح ولا لا؟ يعني اي انسان شاف على اي منصب سياسي او اي شيء يعقلها مرات ويعقلها الدنيا ويعقلها في الاخره، ولهم في الدنيا خزي وما يحكوش على الاخره. هذه العقول راهي موجوده، ذلك القران التنبيه لاننا في غفله. علاش التنبيه؟ علاش نذكرها في الايه هذه؟ لاننا جميعنا في غفله. القران يعمل لك الاشارات فقرة تفهم، يعني الإنسان يقول: كان هذا الحق، أمطر علينا حجارة من السماء وتزيد أو ائتنا بعذاب أليم. أنا علاش ربي ما عذبهمش؟ يا ترى لماذا؟ إجلالا وتعظيما لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيهم عليه هذا إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني عدم وقوع العذاب عليهم سببه ماذا؟ يعني يا ربي علاش ما نقول وما ارسلناك الا رحمه ورحمه، فالرحمه هذه هل ممكن ان نكون ثم رحمه وربي ينزل عذاب؟ بل ربي ارحمهم وما استجابش لهذا الطلب رحمه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل رحمه بهم لان وجود النبي عليه الصلاه والسلام فيهم. لذلك قال: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. هذا الى يوم القيامه، اذا ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم لحتى الدجال، اسم الدجال تسمعه الان، المدينه محرمه عليه، وهكا ولا يجولها الارض كل دور الا المدينه. اجلالا لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثم علامه يقول العلماء: فهم منافقين، وممن حولكم من الاعراب منافقون، من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. مولى عز نحن سميوها نحن تساوي العظمة، نحن نعلم. هذا ما كيف الشكر ما دام المدينة محرمة على الدجال، ها شو يعمل لهم؟ قال: يصيح صيحة ويخرجوا لهم كل منافق يخرج من المدينة ويقعد بين النصارى والتقي. لذلك يقول: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. زين هذه في حق الكافرين، في حقنا نحن المؤمنين، زين اعطاها مش منا. قال: وما كان الله معذبهم، شو نظرناهما؟ لا نحن اتباع النبي عليه الصلاه والسلام، اعطانا علم اذا كان تقوم بها وتجتهد، وهذه العلامه لا بد ان تكون دائما وابدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني أتوب في اليوم أكثر من سبعين، في رواية 100 مرة. استغفر، وهو الذي غفر الله له ما تقدم على ذلك، واضح على الاستغفار. قالوا: الاستغفار لابد أن يكون في كل وقت، لكن بعض العلماء قال: لا، بعد كل طاعة لابد أن يكون هناك استغفار، بعد الصلاة المفروضة استغفار، بعد الحج، بعد أي طاعة، بعد الصيام، بعد أدائك لحقوق الناس من زكاة، لأن الاستغفار أمر به القرآن في عديد الآيات، في عديد الآيات، اللي يحب الأبناء، واللي يتوخر معها سن الزواج، مش تمشي تتزوج على واحد تعملها ربي، ولا يتبلها ويعمل، لا، الحل عندك. فين الحل؟ الاستغفار. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ورزقهم من حيث لا يحتسب. او استغفار ثمرات الاستغفار عديده، منها الاستغفار. والقران اكد وقال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. شو
أرسل السماء ترجينا تحت شعبه من بين سوق المعاصي وقرارات الخلق تكون باسطة وكان ثم ليلة عيد الحمل يكون قبل الخمور وتعرف الناس في تونس ثانية عالمية هي سلام الخمور ثانية مع دبي مع الإمارات الناس تنافس على الخير وما نشوفهاش لا شفت القرآن قال لا استغفرنا من ذلك ولكل وقت لذلك قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما فيش عذاب ما دام نستغفر اما ما دام احنا معاك عن هذا الخير العذاب ما تعرفش لا ما تعرفش ورب العذاب مش بشرط طاقه لانه ساعه السماء لا ثم عذاب في الابناء يخرج لك عرض منحرف هذاك عذاب عقوبة في الدنيا الزوج أنت تحب مشيئات وتشكك ولا العكس كله روح يتنوع العدد عشان مش بشرط ما احنا نسموه السماء مش طاقة هذا نوع من العدد تقول منحرف وكذا ما يصليش وما هوش بار بيه كذا يتعذب ذلك في الدنيا السماء شوف وش عمله كما تدين تدان هذه فاتورة على خمس فات لأنه هو عملها قبل يعملها قبل في الخمس إلا شيخ خمس الدنيا قبل ياخد طيب مش اللي بعد قال وما كان وما كان الله معذبهم لذلك الاختبار مش مش الذكر سيدنا علي بعد شهور يقول كان لأهل الأرض أمانان ورفع أحدهما وبقي آخر فلوم نجمى هذا الآخر أنا هو له لولاني ترفع ترفع بموت النبي صلى الله عليه وسلم اللي في الآية الشطر الأول وما كان الله ليعذبهم معتفين كان لأهل الأرض أمانان رفع أحدهما بموت الحبيب وبقي آخر فعليكم به أنا هو الاستغفار الاستغفار ها وما لهم نكمل السياق يقول وما لهم عايش نعذبهم إن شاء الله ليش ربي عذبهم قال وما لهم ألا يعذبهم الله شوف شكل يعذبهم وهم يصدون عن المسجد الحرام الآن ثم حكم يقول لك احنا راضين عليه دخلوا البيت ومش راضين عليه تخرج نفس لان هذا البيت هو بيت الله عز وجل او تعالى السعوديه او تعالى السعوديه ولا غيره هذا بيت الله ولا يجوز لاي انسان ان يمنع الناس من اداء العمره والحجر كانوا يتكلموا بتاعهم لا ان اول بيت وضع على الناس الذي بمكه بارك وكل العالم يعني هذا بيت الله لا يجوز لاي انسان شوف القران قال عذبهم عليه شوف اخذ الكلمه عن واحد مثل ياب رفع في الدم الراضي عليه ولا ذولا مش راضي معاه ولا في شبهه اخوان ولا في شبهه كذا ما يمشيش غير ممنوع ما لا شلون يمشي يمشي الراضي عليه النوع اللي يحبوه هو الاسلام الجليل بتاع ترامب اما العلماء مش راضي عن ترامب قال احد الدعاء شوف الكلمه قال عنه 37 تهمه تعرفوه سلمان العودة من العلماء اللي ربي أجرى على لسانه الحق وتدين بسبب علمه ودعوته الوسطية كثير من الشباب وكثير من الإخوة في العالم كل هذا محطوط في الحبس 37 تهمة قال أحد الدعاء كل تهمة منها الدخل بالجنة فعلا أقرأ الدعاء شيء يضحك كل تهمة قال دخلوا للجنة بإذن الله لأن المكان مكان زمان الرويدة زمان الرويدة يولي الحق باطل عادي لكن كل تهمة من 37 تسوى الجنة بحول الله يعني 37 تهمة تسوى الله لذلك قال القرآن وبقيت خالدة وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون أن يمنعون وهم يصدون عن المسجد الحرام شوف لي بعد البيت وما كانوا أولياء الأولياء مشهور إلا المتقون التقي هذا اللي يحب ربي ويحب يسوع ولكن راهو يفعل هكذا مش قال سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم في سورة البقرة ومن ذرية البقرة لا ينالوا عهد يظلموا العهد هذا مش مش واصل صحيح ربي وعده قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضره إلى عذاب لذلك القرآن ها الإسلام هذا الإسلام العظيم
ما فيش محاباة في الإسلام، ما فيش محاباة في هذا الدين. اللي عن حق ربي ورسوله وليظلم الناس بناء عشان ربي العقوبة وقريب الاستقلال. خاصة في هذا الوقت الذي هو التنين ما شاء الله مملوء بالأحداث عبر ربيه نستلم عليه. تهمة العلماء معروفين من وسطية باعتدال معهم الدخول على الدعم. ظلم والعياذ بالله. ما لم اصل حتى كان يتحرك في الكلام عشان كان هو ذلك. وين وصلنا لنا حسب وصلنا؟ حسب العرش. توكل على الله من بداية حسب العرش رواية حفص. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. جميل. وكان الله عليما حكيما. طيب أبك فيك. بارك الله لك أحسنتي. نعم بارك الله فيك وخد عائشة عزيزة. وين؟ أرحب. ومن يقتل مؤمنا
غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين على المجاهدين في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بارك الله لك ما شاء الله عليك الله يخليك أحسنت شكرا لك. نأخذ دليلة قوية ما شاء الله عليك أنت الصحة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أيوة. وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. أيه.
ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله غفورا رحيما لا كان الله صح قولها وكان الله عليما حكيما بارك الله فيك احسنت جزاك الله كل خير اخت سميه بن عياد مرحبا شفتوا حتى والايات تتحدث عن القتال الحرب المسلمين في الحرب ومع ذلك لم تسقط الصلاه في حقها بعد ما تكررنا خذوا حذركم وكذا وقتال وصيوف ومواليد وكذا بعد قال فإذا قضيتم الصلاة حتى في الحرب يا رسول الله حتى في الحرب حتى في الحرب ايش؟ احنا نشد خبر في الصلاة لا ننسنا معك ولا التوبة باقي صليش يبقى 10 سنين كذا وبعدين مش يعمل كونترات بتاع الباب في الخمسين بتاع الدار توبة لف على كتاب التوبة خلطة خلطوا عملا صالحا واخر سيئا هاي بقى الشيخ سمية المعية لذلك الصلاة بالبيت أول حاجة تحرص على بنتك تبدأ بالصلاة تعلم يا سيدي مرة تصلي ومرة ما تصليش فاكر عمر قبل البلوغ نحن بعد البلوغ بعد البلوغ ما فيش لعب أنا قبل مرة تصلي مرة كذا كذا حتى تعود شوية بشوية يعني حتى وقت يوصل صلي البلوغ بتاعه وزي ما تصلي واللي ما صلاش الفترة دي كان عند الأئمة الثلاثة يجب عليه القضاء شيخ يقول لهم كفر من نوافل كما يعملوا المرافقين من السلفيين هذول يهلكوا الان الاسلام الكل اللي صار عندهم السعوديه الان في البلاد الكل فكر مدخل من غير البلاد هذا يتوب كان بعد الاسلام كذا وبعد اللي فات كان الجمهور من العلماء اللي ما صلاش الفراغ بتاعه يلزم يصلاها المطالب لها من وقتها فتره البلوغ بتاعه وبعدها في 18 يجب عليه القضاء بحيث يكون آثما والنوافل لا تقضي الفرائض أه تقول لي أنا والأولى أقول لك القضاء أولى من النوافل ما تصليش نوافل أقضي والقضاء في أي وقت حتى في أوقات التحريم تحب كل وقت مع زوج أوقات تحب كل وقت مع 5 أوقات تحب كل وقت مع وقت في سارع في أداء هذه الفرائض وإلا سيكون آثما القيام مطالب بها إن عن واصلين أرفع صوتك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وفصل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ولا تكن لا أعرف إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ولا تكن لا تحكم بين الناس بهواك لا تحكم بين الناس بما أراك الله حاول ده يستوعب الآية مرة ثانية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما شفتوا الاستغفار مثل يتبع فينا شفتوا الاستغفار حتى كانوا بعض منك قولوا لو ظلمت شو تعمل؟
قالوا لا تكن للخائنين سماه قبل مش حد سميناه قرآن ولا سماه العلماء معنا بعد دخل عشان العلماء في السجون وقت اللي هو عالم تتشعبون كتب لك كيف هكا يصير في البلاد الإسلامية والعربية مثل قضية الميراث والراجل يروح والراجل الدار الناس يشكون يقولوا خفيهم العلماء تقول لي تكلموا العلماء في الحبوسات تو انتم مش ما كلمتوش عامة الناس عم تكلمش قلت تشبيه بالعلماء ساكتين تكلموش العلماء وانكم شعبون قلتوا بالحبس وين عامة الناس الناس اللي كانت تكلمش هالتويلة والمرية والصغيرة تكلمش وين دورك انت تجاه الاسلام وينهم العلماء؟ شبيه مسكتين؟ شبيه ما نسمعش العلماء يتكلم؟ وانت انت قبل العلماء هاي الكرش والامراه ما شاء الله بحلال وصغيرات هو لك هم هم في بطن وفي مرض وفي صغار الاسلام ما بيجي بيجيش يا كاين قرى بركعتين مروح تعمل لهم محاضره تجي تعلم القران اول واحد يهرب رجل انت شبيه محل في الدين انت اكثر واحد حارب في الاسلام هو انت هذه كرش تربيه كرش كاك ميكرو قدامك قلت لهم العلماء هذا العلماء حبس انتم فين امشي سيدي قولي واستغفر الله ان الله واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما يستخفون من الناس ولا تجادل عن الذين كفروا ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا من ها انتم جادلتم عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يكفي بارك الله فيك ربنا من هذا جزاك الله كل خير أخت منشية الزياني أرحب واصل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما
ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا بريدا لعنه الله لعنه الله فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمان بارك الله في التلاوة الطيبة وجيدة حسنت أعمل ختمان مبارك ليس بأمانيهم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن الصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تمام ما شاء الله من حسنتي شكرا لك الله فيك واختر فيها عليها.
وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله تبحث عن مثل الاشياء مش عن الاول ولا بيخفى ايه كجلد اما
طور عقليتك يا أخي، أبحث. وقت يجي واحد من المشككين يقول لك أنتم تقول ثم قراءات متواترة عشرة وثم قراءات شاذة، كيفاش النبي قرأ قراءة شاذة؟ معناتها حتى السنة فيها الشاذة. كيفاش ناخذ الدين مبني على شيء يقيني وشيء غير يقيني؟ والكلام معناتها يلزم الإنسان يبحث. شوف شفت الآن يثيرون هذه الشبهات، أبطاء دي واحدة تقري في الجامعة واحدة كافرة بالله وغيرها، هذه تقول لهم أنا مخدومية فلندية كالموت ما تكفلونيش حتمشي عليها خطأ قاعد تتكفلون تقول لكم لا يتدين في واحدة أبيع قبل حتى وقعد السجن العلام نزال وقت العلام نزال مثل الشك 50 سنة بعديك بالشمس قريبة منك بقدر يمين طب شوف وقت العلام الرسمي وقت الصحيح طب شوف قال وقد أرسل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها أحكولهم فرحوا معهم وساندوهم قال الأسد يتكلم باسم الإسلام هو غلط العجوز رب يقول فلا تقعدوا معهم ما تشاركوهمش ما تأيدوهمش ما تناصروهمش فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير للأسف وهذا الموضوع اللي بيتكلم باسم الإسلام يقول لك مش مين احنا على كل طرف. طيب إنهم إذا مثلهم إن الله جامع هذه الصفة الثانية مش مطول مش مشينا بكرة الصفة الثالثة أنا هي وين اللي طلعت لنا أربع صفات سكتين طوال النار الثالثة قال الذين يتربصون بكم حلو عليكم كنتوا بكم أما ناس تتربص الدين يكون إسلام يتربصون ثم واحد يجيب حقيقة هؤلاء مثل القرآن مثل المولى عز وجل أنت منافق قد يقف معك جنبا إلى جنب وهذا الحصول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نفاق مع شخص في زمن الوحي فما بالك بعد مرور الوحي ها بمرور هذا في نزول الوحي في وقت الخير يقال على النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرن ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه امتاز القرون الاولى التي الخيريه الاولى احنا ما كناش قبل ومع ذلك في الخيريه الاولى المنافقين 10 سنه موجودين فالقران لهم بالمرصاد الى الباهم الى باب النبي والصحابه والباب نحن من بعدهم يقول ان الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح فانت فتح عن نصر الغزوات خرج الصحابه مع النبي وانتصروا والامور ماشي 10 على 10 ايش قولوا له؟ احنا ما كناش معاكم مناصر مع الوقت في اللغه لغتنا مع مصر مع الوقت اخي نحن مش وقفنا معاكم وعيدناكم وجبنا لكم اخبار المشركين الذين يتربصون بكم في القران الاول ضاع شعارهم الحقيقي ما تخفيه نفوسكم الذين يتربصون فان كان لكم فتح يعني نصر فإن كان لكم فتح وما كملكم ربي وأخذيت الحكم وأخذيت الرئاسة ومجلس هو بالشعب اللي تحبت كلهم تحت رب فإن كان لكم فتح من الله قالوا ما تذكروش العاملين بعد الثورة إدارة التونسية كلها سجلت واشتكت الوضوء وكنت تتوضا وتصلي وتو هذه عاملين فقط إدارة التونسية معظمها مشغول شدة الثنية السجادة شدة الوضوء والمسؤول خارج مبلل صاحب على يديه كان يتوضا غايب عليك وبعد من ذلك كما صار شفت كيفاش حالنا القرآن فيه عزنا وشرفنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي فيه عزكم وشرفكم يتربصون فإن كان لكم فتح من الله قالوا ولم نكن معكم أيوة إذا كنت قلبت عليكم الدائرة ولوا أعداء الدين هم من يحكم ويسيروا في البلاد ويسيروا في العالم قل وإن كان إيش قال بعدها؟ قالوا وإن كان الكافرين شوف هناك فرق بين فتح ونصر لأن هذا النصير ربما قيد بإلزام قصير أما الفتح هذا إذا جاء نصر الله فتح هناك فرق بين الكلمتين وهذا من
تبشير القرآن لهذه الأمة المحمدية إن تمسكت بقرآنها. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نسمع نصيب سمعنا شيء بسيط مقيد بزمن معين. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين شحنا كنا نفس وجيب وبيع المال ومنعكم كذا قيمة الصفقات فلوس مستحقات كل واحد يخدم قل كل يعمل على شريكته اي نعم فالله يحكم بينكم يوم القيامه الصفه الثالثه وراه هذا اهم منكم القتل وما تمشوا مسلمين لما تحبوا تخرجوا ويخسر الوقت هذا اهم شيء ولا تروش يمني جينا تتسلم وتقول في الامان انا الحب تخرج من هنا تعيش مع الايات ترد بالك ترد بالك تعيش معك عريان بلغوا تحوش انا نبه والنبه تبدا شدوا على طبعا ولا نقرا في القران مثلا قلنا ومد جديد القران اعمى ردوا بالك وهذا اللي عاونا على العمل والحفظ وقت اللي تقرا تخرج تقرا ما تفهمش تكون صعيب عليك شو في صعيب هذا؟ شو ما حفظتوش؟ على خاطر ما كنتش فيها معطيله المعاني العامه يعني بس اللي فيه تبارك الله الاستاذ والطبيب تبارك الله عليكم ما شاء الله عليك الانسان اللي تفهم معاه وقت اللي يقرا التفسير بالفعل مش كده ما شاء الله عليك وهذا مش مصروف رعاتكم امانه عظيمه جدا دور عشان العوده المدرسيه مسؤوليه تكون امام رب عظيم خاصه اللي في التعليم والله يسالكم عند رب اسمع رب نحن في زمان فيه الغربه تعرفوا الغربان الغربان اللي يعبدوا به المسلمين الغرب وبيه يعبدوا به هذاك تو احنا هكاك غربيين يميز الله الخبيث من الطيب كل انسان في مجاله الطبيب فيه ها ترد بالك كل انسان مسؤول لذلك احنا نحب نربي اجيال هكذا في تركيا في تركيا عملوا حويجه ما شاء الله فما الناس ما بيحبوش تركيا وتعرفوها ولا احنا مع الحق مش بنحبوا تركيا ناس ضمها يخدموا كويس والدول الخونه العرب الان تكذب عليهم اكثر من الاعداء لازم يدمروهم هم راحوا حويجه مش هذا الموضوع موضوعنا احنا امبارح انا اتابع في بلدية اسطنبول مش عملت الصغيرات اللي في الابتداء والثانوي عملت لهم كلهم نحن 40 يوم اللي يجي يصلي الصبح للابناء والعشاء عنده جايز شو قلت له؟ ايه سبريت عملوا لهم هذه البلدية ما نحن حتى مسلم بس كان يلمون الزبلة في طلب منهم التربية البشرية هذه دور جامعية كان يلمون الزبلة تمسح الحمد لله وصارين الذباب ومسحت الدنيا هذوما عملوا قالوا لهم معلش وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم شفت الناس مش يصلح لانه اللي يصلح يدي العصا فهمتوا علاش متكلمين على هذيك علاش ما يلزمهاش تطلع مش تاخذ الاستقلاليه بتاعها لا هذه بلديه عملت المندوبات الطيبه اللي قالت لوليدات اللي حافظ على صلاه الصبح وصلاه العشاء بتلف 40 يوم على 40 صلاه افضل 40 صلاه لأن فيها نص للنبي صلى الله عليه وسلم نص حديث الإنسان اللي معناته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان وأدرك التكبيرة الأولى مع الإيمان معنى الحديث مجمع الحديث وصفه هكذا معناه مش مستحق اللي يصلي ويدرك صلاة خمس مع الإيمان يدرك معه تكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق لذلك صلاة الجماعة اللي تشوفوها حافظ على بحول الله راه ربي أراد لهم خير ما نقولوش ما فيش نفاق على بعض قد أقول أنا هذه أشياء عنها الله الصحابة وما أدراك خير من النفاق مشان لذلك الإعلام طيب أعطاها لنا القرآن شوف هالمبادرة مبادرة هذه بلدية كانت بلدية عندنا ما كنتش تعمل مبادرة لكلهم يصليوا الصبح في الشارع اللي طلع الفكرة شغال هو الإرهاب هو اللي متطرف إخواني وأكدوا له إخواني طيب ما نشوف الناس مش تخدم هذه الأشياء اللي يحبوها يحبوا فيها الناس وإن شاء الله تكون مقترح أنا كشفتها دارت في مخ مش عملوها بحب نعمل في الجمعيات اللي عنده أي إنسان جيبوا الصغيرات الكبار لكن الإنسان مخهم ستة في بورقيبة خلينا منه هذا ما حيعملوا احنا حنشوف لك الصغار ما ترى ذلك متغير على الله ما هو شيء ما ينفع في شيء صغيرات أمانة
يشبهه بالشام، شيء بيجي عم في العرض الشام، مش عارف حتى الأذان المسجد. أخو كيف سيد يصلي كذا ما يعتني يعطي الصحة، أما الصغيرات هو العمل هنا يجيبوه من المسجد ويحبوه في القرآن. واللي عنده حركة التعليم يجيب القرآن القرآن، حنفخ الصغيرات. احنا ساعات نكون مساهمين في تنفيذ الصغيرات، علاش؟ مش بدون القرآن فقط، مش ضد القرآن. أما الصغير ما بتشوف حويجة واحدة تنفخ، عملوا حاجات، قالوا حديث، راقبوا، شجعوا. علاش تنفيذ الصغيرات؟ تمشي القرية الصغرى، أقل نزهة يحطوا له، يحطوا له نشاط خليه مخه غادي، وأنت أقول له الخدمة، روح إذا تحب تصلح الكبيرة التي تو سيفات، أعطينا الصغيرات شوف البلدية قبل يصلي 40 صلاة مش كل لا مش كل الصبح كل عشاء أنا مش بقولش إحنا كنا عم نقول كذا أعطوا الأذان مثلا المكاتب قبل مش غرر الأذان في تغريد ونشاز قلت على المكاتب احنا كان يطلعنا في قراءه كان شيء ما نسمع اللي سكتوا جمل المسج على كل حال احنا نحاول ما فيش الرب ما الصفه الثالثه والرابعه الاخيره هذيك الرابعه الصفه الرابعه ينبهنا لها وهي متعلقه باعظم ركن من اركان الاسلام الا وهو الصلاه وقال الصفه لتبين الدرجه لذلك كان بعض الصحابه شيعه حتى في حال موتهم ياتون الى المساجد على اعناق رجلين يعني زوج رجال يجوا عليه ولقد كان يعتاد الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف شوف الناس مش خايفين يريد ذلك مش عملوا بسببهم مش يجيبوه يصلي هذا ما قال فيهم القران ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجيل هذا الجيل والجيل اللي نحن فيه يقول أنا متمسك على دينه ثابت على دينه على إسلام في الآخر أفضل من 50 منكم أفضل من 50 منكم من الصحابة في الزمان هذا اللي نشوف الصحيح شوية لذلك الإسلام يشوف أربع آيات أربع صفات في ثمن واحد مثل يقل يفهم بالضبط ويعود إلى هذه المعاني تعينه على الفهم وعلى حفظ القرآن وعلى تطبيقه ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفع شو كان عندنا وقت؟ 10 دقائق طيب يكفي بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير نفع الله بكم نعم أي انت تساهم خير لك اخي انت تحب الناس
الدنيا مسألة دور اللي هو محطة صفاء في الدنيا مش فيها أحد شيء ولو مقصر في هذا الجانب تعطاها فيسبوك فيسبوك فيهم مو في هذا وين يعني حاجة بتهزها أنت الأخبار شو جزء لي ونص تليفون أنت أقول له جزء لي ونص شيء بالتليفون قلت شو بتصور فيه تحت الماء مش شوية تحت الماء قلت له